سيارة نقل استخدمها عنصران إجراميان في محاولة لتهريب كمية من مخادر البانجو من شرق إلى غرب قناة السويس. رصدتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، وعقب جهود بذلتها الإدارة في المراقبة الميدانية لخط سيرها تم ضبطها وقائدها في كمين أعد له بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدي بنطاق قسم شرطة الجناين بالسويس. وتم ضبط 958 لفافة كبيرة الحجم لمخدر البانجو تزن طنين ونصف الطن، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد تهريبها والاتجار فيها مشاركة مع الثاني، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب7 ملايين جنيه. لتأتي تلك الضربة استكمالا لجهود تبذلها الإدارة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الضالعة في تهريب المواد المخدرة، وتسطر نجاحات كبيرة في هذا الإطار.